يتم أولاً اختيار المندوبين أي أعضاء المجمع أو الكلية الانتخابية، ثم اجتماعهم للتصويت لاختيار الرئيس ونائب الرئيس، وأخيراً فرز أصوات المندوبين في الكونغرس. شرعه الآباء المؤسسون في الدستور ليكون حلاً وسطاً بين انتخاب الرئيس عن طريق تصويت المندوبين وانتخاب الرئيس من خلال تصويت المواطنين في التصويت الشعبي. تختلف طريقة اختيار المندوبين وفقاً لقوانين كل ولاية، ويتم اختيارهم عبر تقديم الأحزاب قوائم المندوبين المحتملين قبل الانتخابات العامة ليصوت عليهم المواطنون أو من خلال التصويت في الانتخابات العامة. المندوبون هم في الغالب حزبيون أو أشخاص تربطهم علاقات بالأحزاب في الولاية، ويتم اختيارهم وفقاً لمساهماتهم في دعم الحزب. يتكون المجمع الانتخابي من 538 مندوباً، ولفوز المرشح الرئاسي لابد من حصوله على أغلبية ب 270 صوتاً من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي. عدد المندوبين عن كل ولاية هو عدد ممثليها في الكونغرس بغرفتيه، أي مجلسي النواب والشيوخ. يضاف إليهم ثلاثة يمثلون مقاطعة كولومبيا أو ما يعرف بواشنطن العاصمة. يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في أول يوم ثلاثاء بعد الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر، ويدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في اقتراعين منفصلين.